السيد مقتدى الصدر في كل فترة من فترات ممكن أن يخرج لك بتحالف جديد مغاير عن ما سبق، وهذا موضوع يعني ممكن إذا أخذناه شوية أرشيفيا رجعنا لعملية المظاهرات اللي صارت في وقتها من قبل القوى الوطنية المدنية في وقتها والحزب الشيوعي، وخرجوا في انتخابات سائرون وأيضا حصلوا المركز الأول في وقتها في الانتخابات يعني بالحجم النواب. بالتالي السيد مقتدى الصدر في كل فترة من الفترات يقدر أنه يلم بعض الأساسيات والأركان من أجل إنجاح المشروع الانتخابي. أعتقد في هذه اللحظات السيد مقتدى الصدر مشروع استراتيجي إذا أراد الدخول لمجلس النواب القادم ممكن أن يرى ما سينتجه الشارع خلال هذه الفترة من نخب، من أكاديميين، من كل سياسيين ليس لديهم يعني شوائب بالفساد، ممكن أن يتحالف معهم، أما بقوة خاصة تابعة للإطار التنسيقي أعتقد من في وجهة نظري لن يتقرب من قيادات تابعة للإطار التنسيقي، وأنا أذكر العبادي أو الحكيم، بل سيتجه إلى تكتل جديد ممكن يشابه سائرون لكن بغير الأركان والأساسيات، يمكن أن يدخل فيه بالمستقبل كانتخابات موسعة. في وجهة نظري أيضا أنه يسعى أنه هذا التكتل ممكن أن يحصد 130 إلى 140 مقعد نيابي، هذا اللي يطمح للتيار الصدري ومستشارين السيد مقتدى الصدر والهيئة السياسية.